علي معلول يلعب الكرة بالراس، كون يطلع بالراس، والهدف الأول، والهدف الأول لصالح المنتخب الوطني التونسي. ديلان برون يسجل الهدف الأول في الدقيقة 54. ممتاز جدا المنتخب الوطني التونسي مع بداية هذه الفترة الثانية، والركنية من علي معلول وبكل قوة بالراس المدافع ضيع الكرة، البحث عن التسديد، والهدف الثاني للمنتخب التونسي، والهدف الثاني للمنتخب الوطني التونسي. هدف ممتاز جدا للمنتخب الوطني التونسي، التسديد كان متميز جدا. هاي اللي عاد المساكني بكل ذكاء الى المعلول، ما تتعداش الكره في مره اولى، ثم الياس السخيري بكل امتياز، الياس السخيري يسجل ثاني الاهداف للتونسي. وهبي الخزري يتقدم، والهدف الثالث، والهدف الثالث للمنتخب الوطني التونسي، والانذار لوهبي الخزري.